طب الأخطر الحقيقة كمان مش بس في إرسال هؤلاء المرتزقة، ولكن أيضا هو مؤامرة تجنيسهم للمرتزقة في ليبيا بالتنسيق مع إردوغان والسراج طبعا، حتى لا يتم ملاحقة إردوغان بتهمة أن هو مجرم حرب. كلمنا عن هذه الحيلة الخبيثة يا أستاذ أسامة. هو عموما مسألة استخدام المرتزقة ده ملف ضخم جدا، وللأسف البالغ مش بس تركيا اللي بتلعب فيه، وكل ده للإفلات من الملاحقة الجنائية والقضائية الدولية. وتركيا اعتادت على أنها تشتغل مع المرتزقة في شمال سوريا بالذات، وكان واضح، وأيضا موجود لهم الكثير من الجماعات اللي بيشتغلوا من وراهم يعني. وأتصور أنه كمان تورطهم في الملف اليمني ده، غير طبعا تورطهم في الملف الصومالي، يعني أرجو برضو أن عشان تبقى الصورة واضحة. وما ننساش أيضا الألعاب التي تقوم بها المخابرات التركية في دول البلقان، وبالذات المناطق التي كانت تشهد صراعات عرقية مبنية على الدين، وأيضا الآن في منطقة القوقاز. مسألة عرض أنه يعرض التجنيس والفلوس على المرتزقة دي لعبة قديمة يعني، وفي النهاية هو يرى أن كل إرهابي من الممكن أن يكون تركيا، إيه المشكلة يعني؟ ولذلك أنا بتصور أنه أردوغان وصل إلى مرحلة تجاوز فيها كل قدراته، يعني حتى لو كانت له قدرة أو حيلة لاستيعاب كل هذه الملفات اللي هو متورط فيها، هو أفرط تماما في استخدام كل أوراقه. وأنا عادة أشبه هذا الرجل بالمقامر، لأنه لاعب القمار ما عندوش أي مشكلة أنه يستمر وأنه يخسر كل شيء يا يكسب كل شيء. بينما على الطرف الثاني الدولة المصرية ما بتفهمش في الكلام ده. الدولة المصرية أقرب ما يكون إلى لاعب الشطرنج، ملتزمة بالقانون الدولي، وتعرف إمتى بالضبط تتحرك وإمتى بالضبط تقول. ولكن خلينا في المرحلة المقبلة، مش إن إحنا نعمل زي الناس اللي بيكتموا أنفسهم دلوقتي منتظرين مواجهة في أي ساعة، ولكن دعونا ننتظر الخطوة التالية ما بعد بيان الخارجية المصرية الذي أعلم بوضوح أن التحدي الآن لم يعد في ليبيا فقط ولا في التهديدات على مصر فقط. الملف الكبير انفتح اللي هو ملف التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي كله، مش في الشأن الليبي بالتحديد. طب ليه في تخاذل دولي من الموقف أو تجاه الموقف التركي وتجاه وصول المرتزقة وتهريب السلاح إلى ليبيا؟ يعني أين العالم وأين المجتمع الدولي، وليه ما فيش موقف حاسم تجاه هذه التصرفات؟ طيب بين قوسين كده، ومش هكمل بين قوسين كده، يعني حكاية المجتمع الدولي دي يعني أنا ما بفهمش فيها، لأنه المجتمع الدولي دايما مقصود بأوروبا وأمريكا، وكأن العالم ما فيهوش من مجتمع سوى دول يعني. لا، المجتمع الدولي اللي هو كامل البيئة الدولية. ولكن خليني يعني أمشي وراء المصطلح زي ما الناس ما هي فاهماه. نحن في اللا نظام العالمي. النظام العالمي يعاني من هلهلة. ما فيش نظام عالمي، لا يوجد من يقود النظام العالمي، ولا حتى الأمم المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي. لما نبص للمواقف، أنا عندي مدار اليونان وأبرس، وأيضا لدي فرنسا، ولكن ماذا عن الموقف الإيطالي، وماذا عن الموقف الألماني، وماذا عن الموقف البريطاني؟ إحنا قدام تركيبة ما هي سهلة. حتى الموقف الأمريكي، يعني الموقف الأمريكي يبدو في ظاهره داعما للجماعة الأتراك، يعني يفعلوا ما شئتم يعني، وكأن المقصود اطردوا لي بس الروس من ليبيا، أنا مش عايزة ليبيا تتقسم ما بين يبقى الروس أصحاب حصة فيها يعني، أو أن الصين يبقى لها تواجد على الساحة. هذه الهلهلة اللي موجودة في المشهد الدولي هي التي تسمح بعربدة أردوغان ببساطة. طب التقرير الأمريكي بيشير إلى أنه أنقرة نشرت عدد غير معروف من الجنود والمستشارين العسكريين الأتراك في ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. أهمية أنه ينشر ده في هذا التقرير إيه؟ وهل يمكن أنه ده يساهم يعني أو يساهم توثيق كل الجرائم دي في المزيد من التحرك دوليا ضد إردوغان؟ شوفي، هو إردوغان من ضمن تصريحاته كان قال انه هيعمل اتفاقيه جديده
مع ليبيا بالاشتراك مع الامم المتحده، وانا مش عارف امم متحده ايه اللي ممكن تبقى طرف ثالث ما بين تركيا وما بين حكومه السراج في طرابلس. ولكن كل المساله هي شرعنه التواجد العسكري على الاراضي الليبيه. خلينا اقول لحضرتك ان اي صدام مقبل سيحسم بحريا، مره ثانيه سيحسم عن طريق البحر، لان الامداد والتموين بتاع الاتراك لا هيجي له من تونس ولا من الجزائر ولا طبعا من الواقع الليبي، مفروض ان ياتي عبر البحر. وفي البحر فيه اليونانيين، ورئيس الاركان اليوناني في الحقيقه النهارده كانت له تصريحات غايه في الخطوره والقوه، ايضا القبارصه، ايضا الفرنسيين، ثم لا ينسى اردوغان ابدا ومش ما ينفعش يتجاهل القدره البحريه المصريه التي تفوق القدره البحريه التركيه بكثير قوي قوي. يعني اذا كانت مصر في المركز التاسع عسكريا وهو في المركز 11، فالبحريه المصريه في المركز تقريبا السادس على مستوى العالم. ولذلك انا عايز اقول انه اذا كان ناوي ان يستمر وانه يشرع عن تواجده العسكري وان يذهب في الصدام الى مداه من اجل ان يكون له موطئ قدم في شمال افريقيا، وانه يستولي على النفط الليبي، وانه يفرض واقع جيوسياسي بالنفوذ في شمال افريقيا، فنتصور ان هذه المقامرة ستفضي به الى الجحيم وهتقفل كل ملفاته اللي فتحها في المنطقة. شايف ازاي استاذ اسامة الدور اللي المفروض ان تقوم به منظمات حقوق الانسان الدولية تجاه هذه الجرائم التركية اللي بتنتهك كافة اشكال حقوق الانسان؟ شوف يا فندم، حقوق الانسان والقانون الدولي كان من الممكن أن يكون أدوات جيدة للغاية للتعامل مع مثل هذه الأزمة لولا الكيل بمكيالين. صحيح. يعني الكلام في حقوق الإنسان بيستخدم لأغراض سياسية، الكلام في القانون الدولي يستخدم برضو بشكل انتقائي، أطبقه على مين وما طبقوش على مين. القانون الدولي لا يطبق أصلا على إسرائيل مثلا، وبالتالي على تركيا وغيره من اللاعبين. ما يتعلق بحقوق الإنسان هتسمعي كتير قوي لما حد مثلا يتقبض عليه في اسم هنا في مصر، ولكن ما حدش يتكلم لما تعرض الأمر بإبادة وتهجير المواطنين الفلسطينيين مثلا على سبيل المثال. وعلشان كده هذه الأدوات للأسف فقدت فاعليتها ولم يعد يعول عليها، وأنا شخصيا لا يمكن أن أعول عليها.